أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، هذه الحلقة مخصصة للرد على امرأة تدعي أنها روسية وتدعي أنها مذيعة وتدعى ناستيا سفير، وفي الحقيقة هذه ليست روسية ولا أي شيء، وسوف نوضح ذلك في حلقات قادمة، حيث أن لديها مخطط لتفريق الدول العربية وغيرها، ولكن كل شيء سيأتي في محله. الآن سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا، حيث قامت هذه المرأة في حلقة أخيرة بمقابلة تلفزيونية، أو لنقول بصفة أدق فيديو على اليوتيوب، تتحدث مع أحد الأشخاص عن عيد الأضحى، وتتظاهر في هذه الفيديو أنها تتقزز من لحوم الخرفان وأنها لا تأكل ذلك، خصوصا عندما أصبح الشخص الذي معها يتحدث عن الأحشاء وغيرها، حيث أصبحت بعمد تقوم وتتظاهر بأنها تتقرف من هذه المظاهر ومن هذه المأكولات. ولكن لنرى فعلا، هل الأغذية في الغرب هي أغذية صحية ومفيدة؟ وهل هي أغذية سليمة وغير مقززة أو لا؟ وهل الأغذية العربية هي الأغذية المقرفة أو الأغذية الغربية؟ كل هذه الأسئلة لا بد أن نطرحها في هذه الحلقة، ونتناولها مواضيعها بصفة أدق وبكل موضوعية وحيادية. إن كان يهمكم الأمر فهيا بنا نشاهد الفيديو. معكم ناستيا سفيف، وأنا كالعادة معكم من روسيا. من حين لآخر أقرأ تعليقات من قبيل، هل ستوافقين على أن تصبح زوجة ثانية؟ في هذا الفيديو ستحصلون على الجواب، وكذلك سأخبركم برأي الفتيات الروسيات في مسألة تعدد الزوجات. ولكن أولا لا تنسوا الاشتراك بقناتي كما تسمعون تريد هذه المرأة أن تقنعنا بأن تعدد الزوجات غير صحيح، أو تريد أن تبين رأيها وفقا لمنظور الروسيين، وكأن رأيهم حجة علينا. فكما نعلم هم مسيحيين، وأيضا تعدد الزوجات ممنوع في المسيحية، ولكن لنرى ماذا سوف تقول. В Лондоне представили первую в мире котлету, сделанную из искусственного мяса. В телевизионной студии прошла дегустация этого продукта, который, как надеются ученые, в будущем спасет человечество от нехватки продовольствия. Это вещество было выращено в лаборатории. Котлета состоит из 20 тысяч белковых волокон, сплетенных вместе. Чтобы такая субстанция на вид и вкус напоминала мясо, в нее добавили сок свеклы и шафран. В конце в готовый фарш мешали традиционные для котлет ингредиенты, такие как соль, яичный порошок,
порошок и панировочные сухари.